احتفال بما يعتبره هؤلاء أنه إنجاز مقاومة كانوا عربيها دفعت القوات الأمريكية للانسحاب من العراق بعدما يقرب من 9 سنوات من وجودها فيه. لكن الصدريين الذين لطالما فاخروا بمقاومتهم الأمريكيين أرادوا إعطاء الحدث بعدا وطنيا جامعا، فمعظم الأعلام التي رفعت هي أعلام العراق، وإن كانت بعض الأناشيد والأغاني الحماسية والكلمات أعادت أحيانا عدة الصبغة الصدرية للمهرجان. في الكلمة التي ألقاها زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر عبر شاشة عملاقة غلب طابع الوحدة والتآخي، إلا أن الحصة الأكبر في المهرجان كانت لكلمات من ممثلين عن مجموعات شاركت في احتجاجات ونفضات من العالم العربي، كان لممثل المعارضة البحرينية الصدى الأكبر فيها. بحرين حرة حرة، درع الجزيرة برة. كما رفعت أعلام دول عربية عدة على المنصة الرئيسية، من بينها العلم السوري إلى جانب علم المعارضة السورية. الإشارات التي وردت في هذا الخطاب إشارات حقيقة، هي أرسل مقتدى الصدر إشارات اطمئنان كثيرة للشارع العراقي، للعملية السياسية، للبعد الإقليمي العربي، لربما قد تكون أول فعالية جماهيرية في عراق ما بعد صدام حسين تشترك بها عناصر عربية، وأحد هي قيادات الثورة العربية، أو ما قيل عنه على الأقل أنهم هم قيادات الثورات العربية. هذا المهرجان يأتي بينما يستعد الصدريون لبدء استفتاء شعبي يستمر أسبوعا كاملا على ما اسموه ميثاق الشرف الوطني، وهي مجموعة من المبادئ التي تدعو لحماية وحدة العراق وحقن الدماء ورفض الطائفية. كارين طرباي، BBC بغداد.